من الحميات، مره رحت لهم اول مره برضو حولوني. ايه الفرق بينهم وبين اي مريض في جوه المستشفى؟ يعني يدخلوه المستشفى ويجوا يخلصوا معاه ويعالجوه، استنى لغايه ما خلص على ابنه ورجله. الجدع جوه نايم اهو على السرير، انت حضرتك اللي شفتيه نايم على السرير نفسيا اضيع نفسه نفسيا. ما انا نسيت ديابي، شفت واسطه ومش عارف ايه، وقت ابنك بيتكلمنا امبارح وهنروح وهنحجزه وهنعمل، قلت له مش هروح. انا اتخنقت، خدوا الورق وروحوا لهم. مش شايف الحمامات اللي هي ده عندها الاستعدادات وعندها كل حاجه في الغرفه بتاعتها وعندهم كل الامكانيات بتاعتها، يحذفوني يقول لنا عايزين دكتور اوعيه دوميه. قلت له طب انا المسؤول هجيب لكم دكتور اوعيه دوميه من بره على حسابي، بس انتوا احجزوا عندكم. يخش يكلموا بعضهم وبتاع، راح متلطمين مع بعضهم بالانجلش العلمي بتاعهم، وبعد ما يلطموا وبعد ما راح طالعين تاني يقول لك لا اتفضل ما عندناش مكان. طب اديني تأجيل بما يفيد، انا جيت عندك واروح لدكتور بره؟ لا متاسف. طب حضرتك اتصل بيا 37 طوارئ وزاره الصحه عشان هم ياخدوا يدوا معاك؟ يقول لك متاسفين. قالوا خلاص هاتوا ايه؟ بكره. رحت على النهارده حولوني بقى على ام المصريين، دي اخر حاجه. هم المصريين النهارده الدور كانوا هناك واتكلموا مع ابوه قدام الجدع الشاب ونايم على العجله، قالوا روح موتوه. برضو قالوا ما عندناش دكتور اوعيه دمويه يعمل العمليه دي. هيموت نفسيته اكتر من المرض اللي هو فيه. حتى والدتي سال الدكتور قال لها مليون مش هيضحوا عشان واحد. ومشوه. مش عارفة الدكتور بتاع نظرية مليون مش هيضحوا عشان واحد ده اتعلم طب فين بصراحة، بس هل نفس الدكتور ده عارف ان الواحد ده المريض بالإيدز يقدر يعدي اهله، واهله بيتعاملوا مع كام واحد، وهكذا لحد ما المريض اللي انت رفضته ده يا دكتور ده ممكن يعدي اختك. نفس الدكتور عن طريق امه اللي اتعدت منه. الدنيا ضيقة يا دكتور وانت بترفضه فكر. مفيش حد بيعمل أي حاجة سواء وحشة أو حلوة إلا وبيقابلها في حياته تاني. أنت بس يا دكتور لازم تعرف إن منظمة الصحة العالمية في 2014 قالت إنه من ساعة ما تم اكتشاف المرض إجمالي عدد الوفيات على مستوى العالم بسبب الوباء ده وصل ل 36 مليون شخص. ده في 2014، إحنا في 17 دلوقتي، شوف بقى كم مليون زادوا.